للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. يا الله، أدعوك أن تصلح أحوال أصدقائي وصديقاتي، وأن تسدد خطاهم، وأن تيسر لهم كل عسير. يا رب، كلل جهودهم بالنجاح، واملأ قلوبهم بالسكينة والطمأنينة، وأدبني بأدبك وربني حتى أصلح من نفسي وأكون صادقة معهم، وأكون صحبة ليهم، صحبة كويسة، وقدرني على اني اعينهم وادعمهم. يا رب، اشف من كان منهم مريضا، وخفف معاناة من يعاني، وارزقهم القوة ليجاهدوا ويحسنوا حياتهم. يا رب، املى حياتهم بركة وبهجة، وحي قلوبهم بزخات الحب والنعم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأصدقاء وأنواع الصداقات، وجبت لكم حاجات من اللي قريتها عن أنواع الصداقات، وأرسطو قال إيه، وسيدنا داود كان بيدور على إيه، وكمان اتكلمنا عن الأصدقاء المزيفين وإزاي نعرفهم، وإيه بعض النوعيات اللي ممكن تعدي علينا ويكونوا أصدقاء مزيفين. ولسه النهاردة بكمل معاكم في موضوع الصداقة ده، لأني بعتبر إن الأصدقاء هم العيلة اللي احنا اخترناها بنفسنا. يعني محدش فينا بيختار مين باباه، مين مامته، مين عمه، مين خاله، لكن أصدقائنا يعني اللي هم القريبين بيبقوا هم العيلة اللي احنا اخترناهم، وقعدنا كده ننقيهم ونقول ده هيبقى صاحبي، دي هتبقى صاحبتي. وهم الاشخاص اللي عادة بيبقوا موجودين جنبنا اذا انهار كل شيء من حوالينا، او يعني اذا يعني مشي كل حاجة حوالينا في طريق معاكس للي خططناه ومختلف عن الاحلام اللي حلمنا بيها. أصدقائنا هم اللي بيسندونا لما نكون منكسرين، وفي نفس الوقت لما نكون على قمة العالم وناجحين ومحققين نجاحات ما بيحقدوش علينا، ما بيستخسروش فينا النجاح. وكمان يعني يمكن حاجة بالنسبة لي أنا مهمة قوي، إن أصدقائي يساعدوني على إني أكون أفضل ما يمكن أن أكون عليه. الصديق الصادق هو اللي هيدينا جرعة من الحقيقة اللي احنا محتاجين نسمعها مهما كانت الحقيقة صعبة ومر. بس ده اللي مفترض ان يكون عليه الاصدقاء. لسوء حظنا مش كل صديق بنعتبره صديق بيكون فعلا صديق. في بعض الناس اللي بنعتبرهم أصدقاء ما بيكونوش أصدقاء على الإطلاق، زي طائر الوقواق الحرامي اللي بيسرق عشاش الطيور التانية. ممكن يكون في صديق في حياتنا مهمته إنه يسرق فرحتنا، إنه يستنزف طاقتنا، والأخطر بقى إنه ممكن يكون بيحاول يبعدنا عن أصدقائنا الحقيقيين. وللأسف للأسف مش سهل علينا ان احنا نحدد هوية الاصدقاء الاكذوبة دول. التعريف الصديق الزائف هو الصديق
اللي قدامك صديق لكن من جوه عدو، زي التعابين المستخبية كده في العشب وفي الغابة، يعني مستخبية وكاموفلاجد في البيئة بتاعتها وانت مش واخد بالك منها، ولكن للأسف ممكن في لحظة تيجي وتلدغك. دايما كان بيؤرقني اني اكون ازاي اللي هم اللي بيتوهموا انهم يحسنون صنعا، او الناس اللي ربنا ذكرهم في القرآن يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. عشان كده مهم قوي ان احنا نهذب ونؤدب نفسنا، ومفيش فرصة احسن من رمضان لتهذيب وتأديب النفس. وبمعرفتنا عن علامات الأصدقاء المزيفين هنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، عرفنا ايه الخصال اللي ممكن تكون فينا احنا وممكن تكون من خصال الأصدقاء المزيفين، فنعرف ان احنا نغيرها. وكمان معرفتنا بالخصال دي تفتح عينينا على احتمالية وجود الأصدقاء المزيفين دول في حياتنا، فنخرجهم من دايرة علاقتنا. هنا في الحلقة دي هتكلم عن بعض علامات الأصدقاء المزيفين، بحيث ان احنا لو لقيناها في نفسنا نتخلص منها ونحاول نعدلها، واذا لقيناها في حد حوالينا نتخلص منه هو، بس مش ان احنا نضربه بالنار، ولكن احنا نقطع علاقتنا معاه او نحد تعاملنا معاه. الخصلة الاولانية هي انهم دايما دايما بيدوروا عن متعتهم الشخصية، عن مصلحتهم الخاصة، بغض النظر عن متطلبات حياتك انت والاعباء اللي انت متحملها. من ضمن الحاجات مثلا انه ممكن يلغي خطة عملها معاك، مثلا ان احنا هنروح في حتة الفلانية او هنعمل حاجة معينة عشان يخرج مع حد تاني، لان الحد تاني ده الطف واظرف والكلام ده، انه ما يغيرش من طريقه عشان يبقى فيه اللي دايما اقول لكم عليه الكومبرومايز، شوية عليا وشوية عليك. دايما بيدور على ايه اللي انا اعمله، ايه مصلحتي، ايه اللي مفروض يعني يفيدني انا، بغض النظر عن ده هيفيد حد تاني ولا لا، هيفيدك انت كصديق ولا لا. وانا بفكر في هذه الخصلة قعدت طبعا افكر في انا، هل انا بعمل الحكاية دي ولا لا، ولقيت ان انا يعني ست مجهولة وعندي حاجات كتير بحب اعملها، ودايما ممشية حياتي على جدول، وعندي مشكلة كبيرة قوي بالخروجات اللي يعني مشكلة في الخروجات اللي هي مش متحدد لها مواعيد مسبقة، مش مخطط لها من فترة، لان يعني جدولي احيانا ما بيبقاش فيه الفليكسابيليتي اللي تخليني اخرج في اي وقت، اروح في اي حتة، اقابل الناس في اي وقت، الكلام دوا. فده بيخلي بعض الناس تفتكر ان انا صديقة مش كويسة، ودي حاجة تنبهت لها من فترة، يعني ده مش امر جديد عليا. فعرفت كل اللي حواليا ان انا عندي جدول معين، ولازم يعني اذا كنا عايزين نخرج ما تجوش قبلها بيوم تقولولي احنا هنخرج بكرة نتغدى في الحتة الفلانية او نتعشى في الحتة الفلانية، لازم تقولولي قبلها بفترة كافية على الاقل اسبوع، اقوم اقدر اشفل الحاجات اللي عندي واحط ده مكان ده. اهتمامنا بنفسنا وبحياتنا وبالاعباء اللي علينا ومتطلبات حياتنا بيخلي لينا جدول حياة مختلف عن جداول الحياة اللي حوالينا. لو لقينا شخص على طول على طول نعمل خطط وبلانز
وفي آخر لحظة يلغي البلانز والكلام دوة. لازم نفكر، هل هذا الشخص قبل ما أحطه بقى في خانة الصديق الزائف، هل هذا الشخص عنده أعباء كتيرة مثلا؟ هل هذا الشخص عنده مثلا مهارته في تنظيم وقته محدودة، فبالتالي بيعمل خطط ونبلان وهنروح وهنيجي وفي آخر لحظة يكتشف أوبس ده أنا عندي تقرير ما كتبتوش، ده أنا عندي حاجة ما عملتهاش. لازم نقيم الموضوع ده، مش أي حد هيخلف معانا خطته يبقى خلاص مش صديق زائف وخلاص، ولكن نفكر فعلا ايه ظروف هذا الشخص. ولو انا من الاشخاص دي اللي انا يعني بتركيزي على حياتي ممكن ما اخدش بالي من متطلبات حياة الاخرين، ابتدي انبه نفسي. ودي يمكن شفتها مثلا مع صديقة من الصديقات، كان عشان تخرج او تتفسح او تروح في حتة لازم تاخد الاذن من زوجها. انا طبعا برضو باخد الاذن من زوجي، بقول له انا رايحه مع اصحابي الحته الفلانيه، هتروحي امتى، الساعه كام، طب لو مثلا الولد كان عنده تدريب مين اللي هيوديه، طب هترجعي الساعه كام، طب كذا طب كذا. ما بيبقاش مساله او لا، بتبقى مساله لوجستيات بنرتبها على ازاي هنظبط حياتنا بحيث ان انا اعمل اللي انا بحبه وهو يعمل اللي هو بيحبه وهكذا. صديقتي دي ما كانش عندها هذا القسط من الحرية للأسف، وكان عليها ضغط معين بتعاني منه. أنا لومت نفسي جدا جدا على في مرة من المرات، يعني بقيت مستغربة إزاي، إيه ده، يعني ركبك بتترعش كده ليه، عشان بتجهزي نفسك إنك هتقولي لجوزك إن إحنا هنخرج أو إن إحنا بنخطط لخروجة معينة. انا بلوم نفسي في اللحظة دي ان انا ما خدتش بالي من الحياة اللي هي عايشاها ومتطلبات الحياة بتاعتها اللي مختلفة عن حياتي، وركزت على حياتي انا وافتكرت ان اللي عندي متاح للآخرين. فدي يعني حاجة من الحاجات اللي نفكر فيها، ان لو في حياتك حد شخص بيبدي دايما مصلحته عن مصلحتك، فكر ايه الاسباب وايه الظروف، وهل فعلا نحطه بقى في خانة الصديق المزيف، ولا العلاقة دي محتاجة تتعدل وتتظبط. ولو انا في هذه الخصلة ازاي اغيرها، او على الاقل زي ما انا عملت ان انا اوضح لاصدقائي ظروف حياتي وظروف جدولي، فما ينتظروش مني حاجة مش هقدر أقدمها لهم. الخصلة التانية بقى من خصال الأصدقاء المزيفين، هو إن لما تكونوا لوحدكم بيتصرفوا يعني بشكل معين، ولما يبقى في أشخاص آخرين بيتصرفوا بشكل تاني. وده حالة من اتنين، يا اما بيتعاملوا معاك تعامل لطيف جدا جدا قدام الاخرين، ولما تبقوا لوحدكم يبقى فيه تعامل جاف، يبقى كلام مش لطيف، يبقى فيه هجوم، يبقى فيه حاجة كده معينة. او الحالة التانية انه يتعاملوا معاكم بشكل لطيف وظريف وانتوا مع بعض لوحدكم بدون وجود آخرين، ولما يبقى فيه آخرين يا إما يتجاهلوكوا، يا إما يحرجوكوا، يا إما يحطوكوا في موقف مش كويس أو يتكلموا معاكوا بطريقة وحشة. كلنا يعني بصراحة ما شفتش إنسان على وجه البسيطة ما بيقولش على نفسه ده أنا صادق، أنا مش بوشين، أنا مش بنافق حد، أنا زي السيف اللي في قلبي على لساني والكلام ده. لكن الكتير مننا بيفشل في الامتحان الحقيقي، والقليل مننا طبعا يعني إلا من رحم ربي اللي هو قادر على انه يتعامل مع الاخرين بدون زيف او قناع. ف
كمان في نقطة مهمة قوي، طبيعي ان تعاملنا مع اصدقائنا المقربين بيختلف عن تعاملنا مع الغرباء، ومش بس كده، في دايرة الاصدقاء تعاملنا مع شخص معين في قرب نفسي بيننا وبينه بيختلف عن تعاملنا مع شخص اخر برضو في دايرة اصدقائنا. بس مش هو ده اللي انا بتكلم عنه، اللي انا بتكلم عنه هو الازدواجية في التعامل. هو نفس الشخص وانا نفس الشخص، لما بنبقى مع بعض بيعاملني بشكل معين، ولما يبقى في وجود الاخرين بيتعامل معايا بشكل اخر. هنا لازم نقف وقفة، يا ترى ايه سبب الازدواجية في التعامل ده؟ ليه واحنا مثلا مع بعض بيبقى انسان لطيف وظريف وحلو وكويس، ولما نبقى وسط مجموعة اصدقاء مشتركين ما بيتعاملش معايا بنفس هذا اللطف؟ يا ترى هو بيحابي مين او متخوف من هو يعاملني بهذا اللطف ليه قدامهم؟ او العكس، نبقى كويسين مع بعض وقدامهم يتعمد انه يحرجني، ليه عايز يحرجني قدام الناس دي بالذات؟ او نبقى مع بعض مش طايقني، مش مديني ريق حلو، مش عايز يخرج معايا، مش عايز يتفسح معايا، مش عايز يساندني، مش عايز يديني معلومة، بس قدام الاخرين قاعد عمال يتصرف كده كأن انا يعني صديقه وحبيبه الانتيم زي ما بيقولوا. لو احنا فينا هذه الخصلة نراقب نفسنا ونشوف هل بنغير تعاملنا مع شخص ما على حسب وجوده في مجموعة او لا. هل في شخص في حياتنا بيغير تعامله معانا من لما نبقى لوحدنا مقارنة بلما نكون وسط ناس تانية؟ هنا اللي لازم نقف ونقيم، لان دي خصلة من خصال الصديق الزائف. هل انا صديق زائف ولا هل في حياتي صديق زائف في هذه الخصلة؟ الخصلة الثالثة بقى، هو يعني خصلة وحشة قوي قوي قوي، خيانة الثقة. احنا لما بتربطنا صداقة بشخص ما بيبقى فيه مستوى ثقة عالي قوي 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 بيننا وبينهم، ويعني كلمة الصداقة بتيجي معاها مجموعة من الواجبات، اهمها ان هو ما يخونش ثقتنا فيه. الصديق اذا افشينا ليه بسر يتكتموا، اذا طلبنا النصيحة ينصحنا نصيحة صح ومش نصيحة تودينا في داهية، اذا خدنا رأيه او طلبنا معلومة يدينا المعلومة الصح، ما يديناش معلومة ناقصة، ما يديناش جزء من الحقيقة، لان دي برضو خيانة ثقة. انه لو عرف عننا ضعف او حاجة او غلطة عملناها او سر في حياتنا مش عايزين الاخرين يطلعوا عليه، يحافظ على ده ويحافظ على صورتنا حلوة ويحافظ على سمعتنا كويسة. حتى لو قرر في يوم من الايام انه يبعد عننا، خلاص اختلفت طرقنا، انا في طريق وهذا الشخص في طريق، ما افشيش سر. ويمكن ده حصل في موقف من المواقف، كنا مجموعه صديقات وحصل مشكله بيني يعني وبين صديقه معينه، وقررت ان انا هبعد عنها. والأصدقاء المشتركين، هي صديقة معينة مشتركة، كانت بتلح عليا، حصل بينكو ايه؟ في ايه؟ انت زعلانة منها ليه؟ هي قالت لك ايه؟ هي عملت لك ايه؟ وفي لحظة من اللحظات كنت يعني خلاص، يعني ما انا برضو قلبي مثقل برضو ومليان، هقول واقول هذه الصديقة يعني ايه اللي حصل بينا وايه الموقف اللي خلاني اللي نفرني منها. بعد كده لثانية كده فكرت، هل انا ناوية ارجع علاقتي بهذه الصديقة تاني؟ ابدا، لا، ما عنديش هذه النية. يبقى خليني متكتمة اللي حصل، مدام اللي انا عرفته ده مش هيضر حد
من اللي حوالينا مش هيؤذي حد من الناس اللي في دايرة حياتها. خلاص انا مش محتاجة امسك بقى طبلة واقعد اطبل واقول يا جماعة بصوا وشوفوا دي عملت ايه ودي قالت ايه ودي سوت ايه والكلام ده. انا اكتفيت اني قدمت لها نصيحة خالصة لوجه الله وخلاص انتي في حالك وانا في حالي خلاص. ويمكن ده فكرني باحد بقصة كنا قريناها ان هو كان متزوج بسيدة وطلقها فجم يسألوه فقال اذا كنتوا بتسألوا عليها لما كانت زوجتي فدي اسرار بيتي ما اقولش عليها، واذا كنتوا بتسألوا عليها لان انا طلقتها فقد اصبحت امرأة غريبة ما اقدرش اتكلم عليها. هو ده المبدأ اللي نطبقه في علاقتنا مع اصدقائنا. لما نبقى في حالة صداقة وقريبين من بعض ما ينفعش نتكلم عنهم وحش، ما ينفعش نفشي أسرارهم، ما ينفعش نديهم نصيحة غلط. وإذا يعني اختلفت طرقنا، أنا مشيت في حتة وهذا الصديق مشي في حتة تانية، خلاص بقى شخص غريب ما عودش بقى أزم فيه وأقول ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا. فهذه الخصلة خيانة الثقة إذا كانت فينا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لان اعتقد ان ده من يعني جرم، ونحاول ان احنا ما نعملش كده تاني. واذا كان في شخص في حياتنا بيخون ثقتنا نبعده. الخصلة الرابعة بقى هو انهم بيغزلونا. الأصدقاء حوالينا أنا بعتبرهم من منظومة الدعم، ودي يمكن حاجة اتكلمت عنها مرارا وتكرارا. كل واحد فينا عنده منظومة دعم هي اللي بتمكنه ان هو ينجح، ان هو يمشي في حياته بسلاسة ويسر وسعادة والكلام ده كله. عشان كده الأصدقاء دول استثمار. ليه بقى؟ لأن يا إما يبقى في صديق يساعدني على بناء نفسي، يا إما يبقى في صديق هيخليني أهدم حياتي. فلازم أشوف أنا بستثمر وقتي وطاقتي فين، وأبعد عن الصديق اللي بيخذلني. ودي يمكن قريبة شوية برضو من خيانة الثقة، بس خيانة الثقة أفظع شوية. يخذلني إن هو يقول لي مثلا يعني هيعمل لي حاجة وما عملهاش، إن أنا اعتمدت عليه في حاجة معينة وما عمليش هذا الشيء اللي وعدني بيه. وبرضه هنا لازم نقف وقفة، هل ده بيحصل بشكل متكرر ولا بشكل سبوراديك، يعني بشكل متقطع من آن لآخر، لأن ظروف هذا الشخص ما قدرتوش انه يعمل لي الحاجة اللي وعدني بيها او يقدم لي الدعم اللي انا كنت منتظره. فنفكر كده، هل انا فيا دي؟ هل ان انا بوعد اللي حواليا واقول لهم انا هعمل لكم هسوي لكم الكلام ده مش عارف ايه؟ وده يفكرني بموقف للأسف انا كنت طرف ثالث فيه، ان صديقة ابنها كان عيان وتعبان قوي قوي قوي، وهي اتصلت بصديقة وجارة في نفس الوقت وقالت لها انا عايزة محتاجة حد يوصلني المستشفى. وهذه الصديقة اتصلت بي برضو وقالت لي انا ابني دلوقتي في المستشفى، او انا راحة بابني للمستشفى. قلت لها في حد هيوصلك؟ ايوه فلانة، انا يعني ما عنديش عربية في هذا الوقت. قلت لها طب خلاص انا هسبقك على المستشفى. وفعلا رحت على المستشفى واستنيت، وبعد فترة جت هذه الصديقة بابنها لوحدها. امال فين فلانة؟ قالت لي ما ردتش علي، ما ردتش علي خالص. قعدت مستنياها والولد في ايدي، فديت لنفسي ميعاد معين وقلت خلاص لو ما جاتش بعد كده انا يعني هاخد ابني في تاكسي وحمشي، بس انا كان نفسي يبقى في حد معي. بعد شوية لما سألت هذه الصديقة فراحت قالت لي لا اصل انا ما انا اصل حسيت ان انا كنت تعبانة. المهم بتقول اعذار مش قادرة افهمها، يعني هي لو كانت قالت
حصل ظرف طارئ فظيع، حياة او موت، وما قدرتش ان انا امشي عشان اخد صديقتنا دي للمستشفى، كنت هتقبله اكتر من العذر الواهي بصراحة اللي هي قالته. فاذا كنا واعدين حد ان احنا نعمل حاجة، لازم نكلمه ونقول له مش هقدر اعمل كذا. وده يمكن موقف حصل لي، كان ليا صديقة بتاخد دورة تدريبية عشان تبقى ميك اب ارتست، تبقى اللي هي فنان التجميل اللي بيحطوا الميك اب في الافراح، في العرايس، في الفوتوشوتس، في الحاجات دي. وكانت عايزة موديل معاها، وانا وعدتها ان انا اجي معاها واكون انا الموديل بتاعها في التدريب بتاعها. وفي هذا اليوم جالي رياكشن حساسية فظيعة، خدت دواء الحساسية، يعني دماغي فلوتينج خالص. لما صحيت تاني يوم الصبح على الوقت بالظبط اتصلت بيها وقلت لها انا وضعي كذا كذا كذا، طب انا اسفة، طب هتعملي ايه؟ قلت لها طب انا ممكن اتصل بحد يجي معاكي، فراحت قالت لي طب انا هشوف من طرفي وانتي شوفي من طرفك. وبعد شوية لقيتها هي بتكلمني وبتقول لي انا في خلاص حد، يعني واحدة صديقة هتيجي معايا، فالموضوع اتحل. انا ما كنتش قصدة ان انا اخذلها، لكن هو ده اللي حصل. في مواقف بتحصل وبتبقى خارجة عن ارادتنا، مش هي وده اللي بتكلم عنه. انا بتكلم على هذا الشخص اللي يغزلك بدون سبب وجيه وتبقى معتمد عليه وللأسف يسوحك. الخصلة الخامسة من خصال الصديق المزيف هو انه بيحاول يغيرك، يطمس هويتك، يخليك نسخة منه. والصداقات في جوهرها علاقات، هي علاقة، فلازم يبقى فيها توازن ما بين الأخذ والعطاء. أنا أستثمر وقتي ومجهودي وطاقتي، وإنت تستثمر وقتك ومجهودك وطاقتك. لو شفت حاجة فيا غلط تحاول إنك تنبهني، ولكن ما تبقاش عايز تشكلني كأني عجينة وتطمس هويتي وتخليني نسخة معينة من قالب انت حطه في دماغك. ويمكن دي بنلاقيها في، انا مش عارفة في مجتمع الرجال، لكن في مجتمع السيدات تبصوا تلاقوا لو في مجموعة بتلبس مثلا بطريقة معينة يضغطوا على صديقتهم انها تلبس بطريقة معينة، انها لا افتكرت في عالم الرجال حتى لو في مثلا شخص معتاد نمط حياة معين يضغطوا عليه عشان يعيش النمط الحياة اللي هم عايشينه. أبسط حاجة، اللي بيبتدي شرب سجاير بيبقى for sure حد هو اللي خلاه يشرب السجاير دي. أنا ليا صديقات بقوا بيشربوا شيشة وشبه أصبحوا مدمنين، كل أسبوع لازم يروحوا يشربوا شيشة وكل يوم لازم يشربوا سجاير، عشان والموضوع ده ابتدى على كبر، لأن مجموعة الصديقات اللي كانوا فيها ضغطوا على هذه الصديقة عشان تبقى شبههم، تبقى زيهم. فخدوا بالكم من هذا الصديق اللي بيحاول يغير هويتك، لأن ده صديق فظيع جدا، لأنه هيفصلك عن أصحابك التانيين، وممكن ياخدك كمان يزرعك في مجموعة تانية، وللأسف ده يكون حاجة مش كويسة خالص خالص في حياتك. انا بخاف من نفسي في حكاية محاولة تغيير الاخرين دي، ان انا لما ابدي رأيي او اقول نصيحة بحاول اتذكر ان انا اقول ده مجرد رأي، عشان الشخص اللي قدامي اذا اخد بيه يكون مقتنع، ما يكونش محاولة ضغط مني لتغيير هذا الشخص او هذه الانسانة. فلازم نشوف كده، هل احنا بنحاول نغير اصحابنا ونشكلهم ونخليهم على مزاجنا؟ اصل ده مش مسؤوليتنا، مش مسؤوليتنا ان احنا نربي اصحابنا، لا، ننصحهم بس مش مسؤوليتنا ان احنا نغيرهم. وفي ختام حلقة النهاردة ارجع تاني وادعي ربنا سبحانه وتعالى
انه يعمق صداقتنا، لان حياتنا في مواسم، والمواسم دي بتتغير، وطول السنين بنتقابل مع اصدقاء، وكل مرحلة ليها اصدقائها. فبتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لينا صحبة صالحة واصدقاء يكملوا معانا الموسم اللي احنا فيه، ويساعدونا ان احنا نعيش حياة افضل واحسن. وبدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقني صديق يناسب كل المعايير اللي بتحدد الصديق الحقيقي، الصديق الصدوق، الثقة اللي بيدور على الطريق القويم ويمشي فيه وياخدني معاه. ومش بس كده، بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان انا نفسي اكون مستحقة للاصدقاء دول، ان انا نفسي خصالي وتركيبتي تتناسب مع جميع معايير الصديق الصادق، وان ربنا سبحانه وتعالى يحفظني انا واياكم من الغيبة والنميمة والكلام السفيه، يحمينا من الكبرياء والغرور والرياء، ويسامحنا لو كان يعني بعض هذه الرذائل فينا، يسامحنا ويقدرنا ان احنا نتخلص منها، ونبقى زي كده مغناطيس يجذب الناس الاتقياء بس لينا، وينفر من دونه. اتمنى ان حلقة النهاردة تكون حلقة ممتعة وفيها معلومات مفيدة. انا بكل تأكيد استمتعت بالحلقة دي معاكم، وتعلمت كتير وكتير وكتير. وياريت لو عجبتكم حلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، ابدوا اعجابكم، دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، وما تنسوش تنشروا الخير في شهر الخير، وبعتوا الفيديو ده لأصدقائكم وأفراد أسرتكم عشان نتعلم كلنا سوا وننتهز فرصة هذا الشهر الرائع ونحسن من أنفسنا. أشوفكم الحلقة الجاية.